السلام عليكم. دشنا والي ولاية وهران محطة بحرية جديدة في ميناء وهران واللي مخصصة يعني كلية للمسافرين وركاب. إذا تم في بحر الأسبوع الماضي تدشين وافتتاح محطة مسافرين جديدة واللي تعتبر يعني إعادة تاع التوسيع والتهيئة نتاع فضاءات يعني كانت موجودة في الميناء، تم يعني تطويرها وهيكلتها وتوسيعها لتصبح محطة جديدة للركاب بميناء وهران، عوض أن تبنى محطة جديدة كما تم يعني القيام به في ولاية بجاية وكذلك في ميناء وعنابة اللي تم إنشاء محطات جديدة في وهران، كان في عملية نتاع التوسيع وهيكلة. المهم نخليكم تتابعوا الفيديو حول عملية التدشين نتاع المحطة الجديدة للمسافرين بميناء وهران، والسلام عليكم. Des huiles usagées, avec notamment la réalisation d'un centre de soins, d'un poids pour pêcheurs et d'un lourd sanitaire. Ok, Gracias.